بوز استكيار، رجعت لكم مقطع جديد من قطعنا. اليوم عندنا لعبه فارمز، ما ادري ايش اسم امه فادر زبد عيال. اللعبه هذه مره كذا شفتها جديده توها نازله قديمه. وش سالفه اللعبه؟ سالفه اللعبه طال عمرك حظ على النيل الثاني الله يكفيك. الزبده تقوم فجاه كذا لازم انك تحمي عائلتك تحمي نفسك، خلاص الحياه سرفايفل. عندك 365 يوم بس تحمي نفسك فيها تظبط امورك. عاد اللي بعد ايش بيصير؟ انا ما ادري صراحه. خلكم على المقطع وحشه، تحمل لايك شير سبسكرايب. سلام. ساتر يقول انك 30 years before the مدري شو. يا الله فجأة الظاهر جاهم زي غزو ولا شيء. اتمنى الجودة واضحة عندكم يا عيال. يا ساتر البيت. يا ساتر. طبعا يا عيال عندنا 365 يوم بس عشان نقدر نخرج امورنا فيها. ايوه صحينا. اوه تو صاحي من النوم. طيب هاي التعليمات خلص الدزن. حلو هاي التعليمات خلصناها. ارحب. هلا هذه زوجته. هلا والله كيف الحال؟ طيبين؟ ما شاء الله ما شاء الله المرة الطيبة. طيب بشوف ولدي. بشوف ولدي. شفته. طيب يا عيال من الواضح ان تحت عندنا شوفوا كيف علامة قلب، علامة الطاقة والهذا. في اشياء صراحة بنحتاجها، فالصوت ممكن عالي يا عيال، صوت صواريخ. طيب قصرت الصوت زميلي انه ان شاء الله يصير افضل. طيب وش عندي هنا؟ لازم احب انا تبيثر ترى في الامور ذي. ما في كراوتش هنا. وش مصالحتنا يا مرة؟ جواع عنا. الزبنة يا ولد. خلنا نشوف باقي البيت. الله 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 الله. يقول تك ذا موست امبروفيتمز فروم يور هوم. يقول الظاهر خذ الاشياء اللي تحتاجها من بيتك بس. خلوني اشوف ايش اللي يحتاجه وكيف اقدر اخذ اصلا. يلا يا بنت حركي. لحظه قالوا لي زد. هنا اقدر اخذ الاشياء بس اللي يعني معلمين عليها. حلو. خلونا ناخذ اللحم والسمك لان صراحه بنجوع جوع. ايش بنسوي هنا؟ من الواضح انه بنبني يعني زي حط، نسوي حطب ونسوي لنا بيت كذا بسيط. والله في زي الانفنتوري هوا. طيب زبن. حلو نضغط لهذا مره ثانيه. يا ساتر بس هذه الاغراض اللي نحتاجها. لا باقي هذا الهمر. طيب زبن الهمر بعد نحتاجه. يا الله ذكرتني عيال لعبه محاكي الحرامي. يا طيب هذه سله ما احتاجها؟ ما في اكل؟ ايش بياكلون ذولا؟ يا بنت هي. يلا مشينا. ايش اقول هذه؟ فولو مي. يلا فولو مي. اضغط ام. امشي. كيف اطلع عيال؟ كيف افتح الباب؟ الو علقت اللعبه. اخري. ايوه. افتح الباب يا بسم الله. ايش في الدبابة يا عيال؟ كيف نهج؟ اركض يا ولد ما في ركض. اخو العيال هذا تبعنا ولا مو تبعنا؟ لحظة لا يكون طق العسكري. اصبروا يا عيال. ايوه اي والله اجغده يا عيال. اجغد امه. خلاص قم. اي وخري. يا الله وخري. يا نشبه. يمديني اركض الحين. يلا مشينا. ظهر الهجه من هنا بس خلني اشوف اذا احتاج شيء ثاني ولا لا. اوحو عساكر كثير. طب خلوني باخذ خشب الظاهر. لا والله اني ما اقدر اخذ خشب ولا شيء. خلاص يا سعودي يا طماع خلاص. لا 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 لا. هذا شجر الاسلاح. لا 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 الهجة. طبعا يا حال بغيت اجيب العيد. ما عليه اشوف اننا نهج. وين امشي يا بنت الحلال امشي. تولدي ذا اللي ما تبيني اشوفه. فايند بليس تو كومب. يقول اجد مكان انك يعني كذا تزبن فيه وتسوي تظبط امورك. ما اقدر اخذها هذه قطعها اي شيء الا والله. الله اكبر عليك. يا ساتر ناخذ الصيد هذا. لا تقول لي حاطين لي كذا شيء قريب بس عشان تسليك الديمو. لا مستحيل. يقول ارجع لزوجتك. ايوه يا اخي غبيه ذي يا اخي سوي معها. يا الله ترى ما تمشين الحين ما تعرفين تعدين ذي الاشياء. سبحان الله. امشي الله يصلح تمشي. امشي انا ما ادري كيف صراحه تزوجتك بس يلا كنت مغصوب يا عيال على الزواج هذا. يلا رتنت يا اخي امشي. يا الله واي ار يو رونين؟ ايش عندك غبيه؟ واي ار يو رونين؟ امشي يلا امشي. يا ربي انت ربي. خلنا اكلمها اشوف اودعها يا عيال. جود باي يلا. يلا جود باي دز امها. ترى تلحقني يا عيال. يا الله يكشر. غزلان هنا وشغله. طب اوكي ابتعدنا عن المكان. حلو.
كيف اني ابدا ابني يعني؟ ساتر الله يكفر الشر. الله في مكان. اي والله تعالي يا رقيئه يا عيال نسميها رقيئه ذي. يقول لك كات تري مدري تراي مدري شجره يعني يبينا نقطع شجره. مشربي لا ابي كل شيء جاهز هنا. طيب اذا جيت هنا ايش تسوي؟ يا اخي يقول لي قطع الشجر يا اخي قطع شجر خلاص. هذا مو شجر يا اخي هذا مو شجر يا اخي هذه خلوني اروح شجره. بسم الله هذا شجره يلا بقطع. كذاب ما يقطع ذا. يلا شيك لي بالله الزوجه يا الله هذه مو زوجة هذه الزوجه السيئه هذه. اي بقطع وخري يا الله ذا الغثيثة ذي اقسم بالله لا خبط مخس هنا. ايوه اخيرا شوف البيبي يا زينة. هذا عشان ابني هنا. حلو حلو احتاج 15 الحين زيادة. خلوني اشوف كيف نجيب هذه الاشياء لنا الحين. اقدر اقطع الشجر. اي أيوة والله في صوت عيال. ايوه هو هو اخري 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 لا يطيح ليش؟ اخري اخري يا رب طيح عليه يا رب. حلو كاتب ريش فروم. طيب قطع يقول من الشجره. ابشر ابشر. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوه قطع هذه الاوراق والاغصان هاي. والله ما ادري هل انا حصلت على الاشياء هذه والعلم عند الله ولا صراحه. يقول شو بيلدينج بانل. الله الو حلوين اقدر ابني هذا الشيء. طيب وش ذا؟ يا رب اني اذا حطيت هذا الشيء اقدر اغير مكانه صراحه. ما ادري هو حواجز الظاهر. نايس نايس نايس. احتاج من جديد اجمع. الله اكبر شكلي يبيني نبني ذا عشان نرقد شكله. خلني اتاكد اشوف. طيب انا بجيب صراحه شجر زياده بشوف ايش بيصير. من الواضح ان في اشجار يا عيال ممكن تعطينا اغصان اكثر او شيء. خلاص روحي يلا روحي استهير. خلاص استهير عايز شغلات امنا. اساتير بقدر اشيل الاغصان كلها. التحكم هنا صعب شوي صراحه. كنت اتمنى انه يكون افضل من كذا بس يلا. صراحه فجاه اكتشفت ان الكام يا عيال كان ما يصور. ما عليه خلونا نخلص الامور ذي. حلو 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 حطه هنا. ايوه يا ما شاء الله الكريم. كيف نجيب هذا الشيء الحين؟ اتوقع اني بحتاج اغصان زياده عيال عشان اني ابني هذا الاشياء اللي فوق. فمليان هنا يعني ربو تخير. هات بس هات. طيب الان اتوقع اني جمعت اللي يكفي. هل بيبنيه ولا الو؟ I need more material to start. والله كم تحتاج ماتيريال يا اخوي؟ شغلنا ذا. اي ما اقدر اوخره واخذ المكان هذا خلاص يعني ليش ابني؟ يعني حاط لي هنا السرفايف الواقعيه؟ لا هنا جنبي. طيب جنبي بيت يعني. يا اخي ليش حاط لي كذا مكان معين اقدر اخذ منه الاغراض؟ خلاص ابي اشر هالشيء واخذه بسرعه. ما اقدر اطلع. هذه حدود الديمو. الله اكبر عليك. اللي غزال يا عيال. لا يا شيخ نحاش ما اقدر اصيده. حسافه اقسم بالله. لحظه لحظه. هلا والله كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه ما قصرت. تعال تعال تعال. الله يعطيك العافيه يا اخي. جيب جيب اللحم انه جوعانين. الله اكبر صار ثقيل ذا. اولي ما شاء الله ما يحتاج فريزر ولا شيء. هنا ثلج خلاص ما يخرب اللحم. طيب احتاج هذا اللي فوق. طب وش يا الله. الو يا عيال كرشوني. قول ثانك يو تو بلاي. هي ايش ذا الديم البسيط ذا؟ تستاهل تقمها انت. ما سوينا شيء. بالنهايه وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى عجبتكم. يا لا تحرمون لايك شير سبسكرايب. الحلقه بسيطه صراحه ما سوينا فيها شيء واو لكن معليش يعني سامحونا اعذرونا. اللعبه هذا وعدد حركاتهم بايخه. وش اللي عندك 30 دقيقه مدري ساعه تلعب بس وخلاص طفي عليك الديم. سلامات. اتمنى عجبتكم الحلقه. لا تحرمون لايك شير سبسكرايب. الى ان نلقاكم. سلام.